السلام عليكم. اهتزت ولاية قسنطين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على وقع خبر صادم وفاجع أليم بعد الإعلان عن وفاة لاعب كرة قدم بطريقة مروعة. وقالت مصادر إعلامية محلية أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه المفاجئ من أعلى جسر سيدي مسيد في قنطرة السبيطار بولاية قسنطينة. الحديث الأليم وبحسب ما ذكرت بعض المصادر وقعت في حدود الساعة 1:15 بعد صلاة الظهر من نهار أمس الخميس، عندما كان الضحية على جسر سيدي مسيد يقوم بالتقاط صور تذكارية وفيديوهات مباشرة كما تعود على فعله، خاصة في أيام العيد في المناطق الخلابة لمدينتها، بغرض إرسالها والتباهي بها من مدينة الجسور المعلقة. وفي غفلة منه فقد توازنه وسقط وتوفي على الفور. ويتعلق الأمر باللاعب والرياضي معوش الوزناجي رحمه الله، وألهم ذويه الصبر والسلوان.